بحثا عن أسعار أقل ارتفاعا، يقطع كثير من أبناء القرى في منطقة عفرين المسافات الطويلة للوصول إلى سوق الهال لتأمين احتياجاتهم من الخضروات والمنتجات الزراعية والتي تباع في المحال الصغيرة في القرى والبلدات بسعر أعلى. والله اشترينا بصل، اشترينا بدنا نشتري بطاطا، كيس بطاطا بصل اشتريته ب 40 ليرة، إلا بدي اشتري بطاطا بقديش لسه ما سألت. كيف شايف الأسعار؟ والله غالي يا عمو، بدي ما بنشرها، بدي بالكيلو ما بنشرها طويل والله، والدنيا صيام شو بدنا نعمل؟ كيف عم تدبر الناس أمورها خلال هذا الشهر؟ والله صعب، والله صعب، على الفقراء صعب، على اللي معه عايش هو، اللي ما معه هذا ميت. يعد سوق الهال مركزا لتوزيع الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والأجبان إلى المحال التجارية الصغيرة، لكنه خلال الأيام السابقة شهد اضطرابا بالأسعار وصف بالحاد وغير المقبول خصوصا للعائلات الأقل دخلا. والله هو الأسباب مو من عنا، أسباب نحن رزقنا كله يجي من برا مو من هون، يعني ما عنا محلي. هلا حاليا ما في زراعة محلية لا في بلدي لا في شيء، كله تجار من برات البلد. يعني أنت اليوم عم تشتري من برات البلد برز بسعر غالي، مثلا كيلو الخيار هلا إذا بتطلع على القنوات التركية وصل لك 30 ليرة، كيلو البنجام 30 ليرة، اي نحن كل رزقنا عم يجي من هنيك. كأنا تجارة، أنا عم ببيع براد من برات البلد. بقولوا لك التاجر، نحن مربحنا بالقروش، مضروبين بحجارة كبيرة، بس ولكن يعني الله أنت ما عندنا هون، وقت بتجي محلي، بيجي الرزق المحلي، بتلاقي الرزق كله رخيص الحمد لله رب العالمين، بس نحن الله بشتي عدى علينا شتوية قاسية. لا في بندورة عنا، كلهم برات البلد. لا في عنا برتقان، كلهم برات البلد. ما في عندنا خيار، كلهم برات البلد. يبلغ متوسط أجور العمال في شمال غربي سوريا بين 30 و40 ليرة تركية، وهو مبلغ لا يتوافق مع احتياجات العائلة اليومية من الغذاء، والتي تتطلب بحسب الأسعار المرتفعة أكثر من 100 ليرة تركية لتأمين الخضروات والفواكه فقط. تتأثر مناطق شمال غربي سوريا بكل متغير وإن كان عالميا وبعيدا مئات الكيلومترات عنها. ارتفاع غير مسبوق بأسعار الخضروات شهدته المنطقة خلال الأيام السابقة لتعود وتنخفض بشكل نسبي، ليبقى الحال متأرجحا وغير مستقر. هادي طاطين، تلفزيون سوريا، مدينة عفرين، ريف حلب الشمالي.